السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 9 حساب مثلثات لطلاب الصف الأول الثانوي، وده الدرس الثاني في فرع حساب المثلثات، وهو الدرس المهم جدا جدا، درس حل المعادلات المثلثية. زي ما قلنا يا باشمهندس، درس المتطابقات ودرس حل المعادلات من أهم الدروس اللي مكملة معاك في علم حساب المثلثات، ومكملة معاك في تانية ثانوي وتالتة ثانوي كمان إن شاء الله لو دخلت علم رياضة. فالفروع دي مهمة جدا جدا، حاول تذاكر الدروس دي بسرعة كويسة لأن الرياضة كلها هتترتب عليها. فلو جيت تانية ثانوي ولو قدر الله في تقصير في الدروس دي هتأثر معاك بشكل كبير جدا، والموضوع هيكون صعب عليك. لو انت اول مره شفتني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله. السؤال الاول يا باشمهندس بيقول لي اذا كانت السيتا اكبر من او يساوي الصفر واقل من 360، فهو حدد لي الشغل يا باشمهندس. تمام. وكانت جا سيتا زائد 1 بتساوي صفر. تمام. اول حاجه يا باشمهندس هودي الواحد الناحيه الثانيه، فتصبح ان الجا سيتا تساوي سالب 1، وتبدأ تسأل نفسك سؤال، هي الجا امتى بتساوي سالب 1؟ طبعا دي يا باشمهندس معروفة عند ال 270 اللي هو الاختيار ده. تمام. بس قبل ما نكمل ونمشي بالطريقة دي، انا عايز ارجع معاك لدائرة الوحدة، الدائرة المهمة جدا جدا، واللي هتعرفك يا باشمهندس الزوايا الخاصة اللي احنا نعتمد عليها بصورة كبيرة جدا في الدرس. تمام. طبعا دي على محور السينات الموجب، فالنقطة دي عبارة عن 1 و0، والنقطة دي على محور الصادات الموجب، فدي بالنسبة لي 0 و1، ده على الصادات السالب يبقى بالنسبه لي 0 و1، وهنا دي بالنسبه لي يا باشمهندس على السينات السالب يبقى دي بسالب 1 وكام و0. كلام جميل جدا. طيب دلوقتي يا باشمهندس دي كده دايره الوحده، انا عارف ان اي زوج مرتب عباره عن الجتا والجا، وطبعا انا عارف هنا ان الزاويه 0، وعارف ان هنا الزاويه 90، وعارف ان هنا 180 وهنا 270. يعني بمعنى صح لما اقول لك جتا 0 هتقول لي 1، طب جا 0 تقول لي بصفر، طب جتا 90 بصفر، طب جتا 90 بواحد، طب جتا 180 بسالب 1، طب جتا جا 180 بصفر، طيب جتا 270 بصفر، طب جا 270 بسالب 1، اهو ما ايه الجا اللي الزاويه بتاعتها بسالب 1 270، وهكذا. يبقى انا بالنسبه لي دي من دايره الوحده بتعرفني الجتا والجا لكل الزوايا الخاصه. تمام جدا. طب رقم 2 بيقول لك برضو اذا كانت السيتا اكبر من او يساوي الصفر واقل من 360، وكانت الجتا سيتا زائد 1 بتساوي صفر، اودي للناحيه الثانيه، فيصبح برضو ان الجتا سيتا تساوي سالب 1. ايه اللي الجتا بتاعتها سالب 1؟ اهي اهي هنا اهي السالب 1 ده عند الكام؟ عند ال 180. يبقى بالنسبه لي يا باشمهندس الجتا بتساوي سالب 1 عند ال 180. ما هو الجتا هي الاحداث الاول، ومن دايره الوحده تقدر تجيبهم من غير ما تحفظهم خالص ولا يسبب لك اي مشكله. رقم 3 بيقول لك اذا كانت برضو السيتا اكبر من او يساوي الصفر واقل من 360، وكانت قطع سيتا ناقص 1 بتساوي صفر، هودي للناحيه الثانيه، فتصبح ان القتا سيتا بتساوي موجب 1. القتا مقلوب مين؟ مقلوب الجا، يبقى دي جا سيتا، ومقلوب الواحد هو الواحد. فبيقول لك ايه الزاويه اللي الجا بتاعها بواحد؟ الجا عن الاحداث الثاني بواحد، فهنا عندنا الاحداث الثاني بواحد عند 90، يبقى بالنسبه لي هي الزاويه 90 اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار ب. رقم 4 بيقول لك اذا كان 2 جا سيتا ناقص جذر 3 بتساوي صفر، وكانت السيتا تنتمي من 0 ل 2 باي، فان السيتا بتساوي كام؟ هودي دي الناحيه الثانيه، فيصبح ان 2 جا سيتا بتساوي السالب جذر 3، هتروح بموجب جذر 3، هقسم على اللي مضايق الجا هنا اللي هو ال 2 وهنا 2، دي هتروح، يبقى الجا سيتا بتساوي جذر 3 على ال 2. وتسال نفسك سؤال، هي الجا موجبه فين؟ فتقول له في ربعين، الربع الاول والربع الثاني. فبمعنى اصح يا باشمهندس انا عايز اجابه فيها ربع اول وربع ثاني، فدول ربع اول وربع ثاني، ده ربع اول وربع ثاني، ده ربع تاني وتالت استحالة، ده ربع تاني وتالت استحالة، ما انا بشغل دماغي، انا عايز زاوية في الاول والتاني، فده اللي بتحقق فيه الشروط. تمام جدا. طب ايه الزاوية اللي جاب بتاعها بجذر 3 على 2؟ هتقول لي يا باشمهندس هي الزاوية 60 درجة. حلو. طب الربع التاني بيجي ازاي؟ 180 ناقص ال 60 يعني 120 درجة، يبقى الزاويتين 60 و120. وهنا برضو هنرجع لحاجة مهمة جدا جدا، هي يا باشمهندس الحاجة المهمة، ازاي بنحدد الزوايا في الارباع؟ زي ما احنا عارفين لو دي الشبكة البيانية بتاعتي، فالربع الأول الزاوية هي سيتا زي ما هي، فالربع التاني بيبقى 180 ناقص الزاوية، في
في الربع التالت بيبقى 180 زائد الزاويه، في الربع الاخير بيبقى 360 ناقص الزاويه. وطبعا الزاويه دي باخد الزاويه الموجبه، يعني حتى لو مثلا الجا بتساوي سالب نص اشوف الجا نص بكام وابدا اشوف انا في الربع الكام واطبق القاعده دي، لانها مهمه جدا جدا ودي اللي هنعتمد عليها خلال الدرس. خمسه بيقول لك اذا كانت 2 جتا سيتا زائد 1 بتساوي صفر، حيث سيتا قياس اكبر زاويه موجبه وسيتا تنتمي من صفر ل 2 باي، فان السيتا بكام؟ اول حاجه هودي الواحد الناحيه الثانيه، يبقى الاثنين جتا سيتا بتساوي سالب واحد، او مقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، دي هتروح فيصبح ان الجتا سيتا بتساوي سالب نص. تسال نفسك سؤال، هي الجتا سالبه فين؟ فتقول يا باشمهندس في الربع الثاني والربع الثالث. تمام جدا. طيب هو قال لك اكبر زاويه موجبه، يبقى انت شغلك في الربع الثالث، فانت ممكن تدور على الزاويه اللي في الربع الثالث هنا، ولكن لو عايز تحل بخطوات مفيش مشكله. ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص؟ هي الزاويه 60 درجه. طيب في الربع الثالث الزاويه بتيجي عباره عن 180 ناقص الزاويه زائد الزاويه، معذره، يبقى 180 زائد 60 اللي هي 240 درجه. طب انا عايز احولها للتقدير الدائري، فاجيب ال 240 واقسمها على ال 180 فتطلع معايا 4 باي على 3. يبقى اذا الزاويه بتاعتي هي 4 باي على 3، اللي هو بالنسبه لي الاختيار الصح طبعا الاختيار ايه؟ الاختيار ج. رقم 6 بيقول لك اذا كانت القاء سالب سيتا ب 2، حيث السيتا من صفر للباي، يعني ربع اول وربع تاني، فان السيتا بتساوي كام؟ تمام جدا، الزاويه كلها ربع اول وتاني. طيب القاء زي الجتا بتاكل السالب، يعني هتاكل السالب، يعني كانها قاء سيتا بتساوي 2. طب ما انا عارف ان القاء مقلوب الجتا، فالجتا سيتا تبقى مقلوب الاثنين اللي هي نص. كلام جميل جدا. طيب تقول لي الجتا موجبه فين؟ فتقول لي في الربع الاول والربع الرابع، ولكن هو حدد لك الشغل في الاول والثاني، يعني استبعد الربع الرابع. ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص يا باشمهندس؟ هي الزاويه 60 درجه، يبقى بالنسبه لي اللي هي 60 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار الف. رقم 7 يا باشمهندس بتقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كان الجا سيتا ناقص الجذر 3 جتا سيتا بتساوي صفر. تمام، لو انا وديت دي كده الناحيه الثانيه فيصبح ان الجا سيتا بتساوي جذر 3 جتا سيتا. لما تلاقي جا وجتا في نفس المساله حاول تحولها لظا. طب احولها لظا ازاي يا باشمهندس؟ عادي جدا، هقسم هنا على الجتا واقسم هنا برضو على الجتا، مفيش ادنى مشكله. جا على جتا اللي هي ظا، والجتا هتروح مع الجتا يبقى جذر 3. وتسال نفسك سؤال، هي الظا موجبه فين؟ هتقول لي في الربع الاول والربع الثالث. حلو. طب هو بيقول لك من باي ل 3 باي على 2، يعني انت في الربع الثالث، يعني استبعد الربع الاول. طب ايه الزاويه اللي الظا بتاعها بجذر 3؟ هتقول لي 60 درجه. طب يا باشمهندس في الربع الثالث الزاويه بتيجي 180 ناقص زائد الزاويه، يبقى 180 زائد 60 يعني 240 درجه. كلام جميل. طب انا عايز احولها للتقدير الدائري، احنا لسه عاملينها اصلا. هتقول لي 240 على ال 180 تطلع 4 باي على 3، يبقى الاجابه بتاعتي 4 باي على 3 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار الف. رقم 8 يا باشمهندس بيقول لك مجموعة حل المعادلة جذر 3 ظا سيتا بيساوي 1، هقسم هنا على جذر 3 واقسم هنا على جذر 3، ده هتطير، يبقى إذا ظا سيتا بواحد على جذر 3. وتسأل نفسك سؤال، هي الظا موجبة فين؟ هتقول لي في الربع الأول والربع الثالث. قال لك شغلك من 90 ل 270، يعني تاني وتالت، يعني استبعد الربع الأول. استبعد الربع الأول يعني ال 30 دي مش معايا، وال 150 دي في التاني فمش معايا، فهي ال 210 240 لان انا موجود في التالت. طب الزاويه ايه الزاويه اللي الظا بتاعها بواحد على جذر 3؟ هي الزاويه 30، وانا عارف في الربع التالت بيبقى 180 زائد الزاويه، يبقى 180 زائد 30 اللي هي 210، يعني بالنسبه لي الاختيار الصح هو الاختيار ايه؟ الاختيار ج. وتعالى نشوف اللي بعده. بيقول لك مجموعه حل المعادله جا سيتا زائد الجتا سيتا بتساوي صفر، حيث السيتا ما بين ال 180 وال 360 يا باشمهندس. خلاص جدا وسهل. بص نفس الفكرة بالظبط، أنا هودي دي الناحية التانية، فيصبح المسألة بتاعتي يا باشمهندس عبارة عن الجا سيتا بتساوي سالب الجتا سيتا. لو جيت قسمت هنا على الجتا وقسمت هنا على الجتا، حلو، جا على جتا تديك ظا، جتا على جتا هتروح، يبقى الناتج سالب واحد، فكده أصبح إن ظا سيتا بسالب واحد. كلام جميل. هتقول لي الظا سالبة فين؟ هتقول لي يا باشمهندس الظا سالبة في الربع التاني والربع الرابع. بس هو قال لك حدودك من 180 ل 360، يعني ثالث ورابع، يعني استبعد الربع الثاني، يبقى اكيد الزاويه في الربع الرابع، والوحيده اللي في الرابع 315 من غير ما تحسب، اه لان هي دي الوحيده اللي في الرابع، كل ده بالنسبه لي في الثالث. تمام. طب لو عايز اجيبها، ايه الزاويه اللي الظا بتاعها بواحد؟ ماليش دعوه بالسالب، فهيبقى الزاويه 45. طب الربع الرابع بيجي عن طريق 360 ناقص الزاويه،
يبقى 360 ناقص 45 اللي هي 315 درجة، يعني فعلا اختيارنا الصح هو الاختيار د. رقم 10 بيقول لك إذا كانت سيتا تنتمي من صفر لباي، يعني ربع أول وربع تاني والزتا سيتا بواحد. طيب لو الزتا سيتا بواحد فمقلوبها اللي هو الظا برضه بواحد. تسأل نفسك سؤال، الظا موجبة فين؟ فهتقول لي في الأول والتالت. طب هو قال لك شغلك من صفر لباي، يعني من صفر ل 180، يعني اول وتاني، يعني التالت مش معايا، يبقى الزاويه في الربع الاول، يعني استبعد ال 135. طب ايه الزاويه اللي الظا بتاعها بواحد؟ طبعا هي الزاويه 45. يبقى بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار الصح. تمام، هل فيها مشاكل؟ سهله جدا بامر الله. وتعالى نشوف اللي بعده. كده خلصنا دي، تعالى نشوف رقم 11. رقم 11 بيقول لك إذا كانت السيتا بتنتمي من صفر الباي على الاتنين، يعني من صفر لتسعين يعني في الربع الأول، وكان جا سيتا في الزتا سيتا بيساوي نص، آدي الجا سيتا، والزتا اللي هي جتا على جا، والكلام ده بيساوي نص، ده هتروح مع دي، فيصبح إن الجتا سيتا بتساوي نص. طيب الجتا موجبة فين يا باشمهندس؟ خلي بالك أنت ربع أول بس خلاص، إيه الزاوية اللي الجتا بتاعتها بنص؟ هي الزاوية 60. طب ال 60 دي اللي هي عباره عن باي على 3 اللي هو بالنسبه لي الاختيار ده، لان الباي اللي هي 180، 180 على 3 فيها الكام؟ فيها ال 60. لو انت عايز تحولها بتمسك الزاويه اللي هي 60 تقسم على 180 يبقى ثلث، اضربه في باي يبقى باي على 3. رقم 12 بيقول لك مجموعه حل المعادله دي. حاضر، هنودي دي كده الناحيه الثانيه، فيصبح ان جا تربيع سيتا بتساوي سالب 1. مبدئيا ما ينفعش حاجه تربيع تساوي عدد سالب، يبقى مجموعه الحل فاي. تاني حاجة يا باشمهندس، أنا عارف معلومة مهمة جدا جدا، إن حدود الجا من السالب واحد للواحد، وحدود الجا تربيع من الصفر للواحد، معلومتين مهمين جدا وأنا قلت لك عليهم. طب ما حدودها من الصفر للواحد فما ينفعش تساوي سالب واحد. طب إزاي الجا حدودها من سالب واحد لواحد والجا تربيع من صفر لواحد؟ أقول لك لأن الجا فيها سالب واحد وفيها صفر وفيها واحد. مثلا لما تربع السالب واحد يديك واحد، لما تربع الصفر يديك صفر، لما تربع الواحد يديك واحد. يبقى اصغر رقم هو الصفر واكبر رقم هو الواحد، عشان كده الجا تربيع من الصفر للواحد، وخلي المعلومتين دول معاك لانهم مهمين جدا جدا. رقم 13 بيقول لك لو السيتا ما بين ال 180 و 360، يعني ثالث ورابع وكل الزوايا في الثالث ورابع، و2 جتا سيتا زائد 1 بتساوي صفر. هودي دي الناحيه الثانيه، يبقى ال 2 جتا سيتا بتساوي سالب 1. هقسم على الاثنين هنا والاثنين هنا، دي هتروح، يبقى اذا الجتا سيتا بتساوي سالب نص. تسأل نفسك سؤال، هي الجتا سالبه فين؟ هتقول لي في الثاني والثالث، بس هو قال لك من انت شغال في الثالث والرابع، يعني استبعد الثاني، يبقى اذا الزاويه بتاعتك في الربع الثالث، 300 دي في الرابع و330 في الرابع، يا اما دي يا اما دي. طب ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص؟ هي الزاويه 60 درجه. طب الزاويه بتيجي في الربع الثالث عباره عن 180 زائد الزاويه، يعني 180 زائد 60 يعني 240، يبقى الاختيار الصح هو ب 240 درجه. الحل العام، وخلي بالك هنا هو بدأ لي الحل العام. طيب جذر 3 ظا سيتا ناقص 1 بتساوي صفر، هنودي دي الناحية التانية، يبقى بالنسبة لي إن جذر 3 ظا سيتا بيساوي 1. هقسم هنا على جذر 3 وأقسم هنا على جذر 3، دي هتروح، يبقى إذا ظا سيتا بواحد على جذر 3. وتسأل نفسك سؤال، هي الظا موجبة فين؟ الظا موجبة في الأول والتالت، تمام. طب إيه الزاوية اللي الظا بتاعها بواحد على جذر 3؟ هي الزاوية 30 درجة. والزاويه في الربع الثالث بتبقى 180 زائد الزاويه يعني 210 اللي هي 180 زائد 30. طب في الحل العام، قال لك في الحل العام بتاع الظا خد الزاويه الصغيره زائد باي نون، ودي قلناها كتير، فالزاويه الصغيره هنا اللي هي 30 وزود عليها الباي نون، بس لازم احول ال 30 دي للتقدير الدائري لان الاجابات كلها بالتقدير الدائري، فاقول 30 على 180 تطلع لك 1 على 6 اللي هي باي على 6، يبقى دي بالنسبه لي باي على 6 زائد الباي نون. باي على 6 زائد الباي نون دي واضحه زي الشمس، هي اللي هي الاختيار ايه؟ الاختيار الف. الحل العام بتاع الظا باخد الزاويه الصغيره زائد باي نون زي ما وضحنا كتير جدا. بيقول لك الحل العام للمعادله دي. حاضر، بيقول لك ان جتا سيتا بتساوي نص، تمام. طب الحل العام بتاع الجتا موجب او سالب الزاويه الصغيره زائد 2 باي نون. طيب الجتا اهي بتساوي نص، طب هي الجتا موجبه فين؟ في الاول والرابع. مش مهم اجيب الرابع لان عايز الزاويه الصغيره، ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص؟ هتقول لي الزاويه 60 درجه. طب ال 60 دي اللي هي عباره عن ايه؟ قول 60 على 180 تطلع لك ثلث، تضربها بباي، يعني ال 60 دي اللي هي باي على 3،
يبقى موجب او سالب الزاوية الصغيرة اللي هي باي على 3 زائد 2 باي نون، هي دي الاجابة بتاعتي. طب مش موجودة؟ لا موجودة، هي الف. ما ال 2 باي نون لو جبتها في الاول ادي 2 باي نون، وبعدين موجب او سالب باي على 3. طب لو بدلت الباي بالنون معادي الضربة عملية ابدالية، يبقى فعلا الاختيار الف هو الاختيار ايه؟ الاختيار الصح. ماشي. 16 برضه مكمل معايا في الحل العام. بيقول لك الحل العام للمعادلة دي زطا باي على الاثنين. طيب باي على الاثنين اللي هي بالنسبة لي كام؟ اللي هي بالنسبة لي 90. طب 90 هتغير الزطا هتخليها ظا، 90 ناقص في الربع الأول وكل الدوال الموجبة، يعني دي بالنسبة لي ظا سيتا، فظا سيتا بتساوي جذر 3. طب ما أنا عارف إن الحل العام بتاع الظا الزاوية الصغيرة زائد الباي نون. طب إيه الزاوية اللي الظا بتاعها بجذر 3؟ هي الزاوية 60، وأنا عارف إن 60 اللي هي باي على 3، لأن 180 على 3 فيها 60. طب ما انا عارف باخد الزاويه الصغيره، ما انا مش مهم بقى اقول الزاويه موجبه فين، لان انا عايز الزاويه الصغيره اللي هي في الاول. تمام، يبقى الزاويه الصغيره اللي هي باي على التلاته زائد الباي نون او النون باي، مش هتفرق، يبقى باي على التلاته زائد النون باي او الباي نون، الاثنين صح، يعني بالنسبه للاختيار برضو الف هو الاختيار الصح. خلاص تمام جدا. 17 بيقول لك اذا كانت الخمسه جا س بيساوي 12 جتا س، حيث س من صفر للباي، فان قيمه الس بتساوي كام؟ حاضر، 5 جا س بيساوي 12 جتا س. طب بص يا باشمهندس، لو انا جيت قسمت هنا على الجتا وقسمت هنا على الجتا، حلو، الجا على جتا تديك ظا، يبقى دي 5 ظا س، دي هتروح مع دي يبقى 12، هقسم على المضايق الظا اللي هو الخمسة يمين، الخمسة شمال، دي هتروح، يبقى الظا س ب 12 على 5. طب خلي بالك هو عايز الس ما بين الصفر والباي، تمام، هسأل نفسي سؤال، هي الظا موجبة فين؟ هتقول لي في الأول والتالت. هو قال لك حدودك من صفر ل 180، يعني في الربع الاول والثاني، يعني الثالث مستبعد، يعني الزاويه في الربع الاول. طب ما دي مش في الاول ولا دي في الاول، يا اما دي يا اما دي. طب ايه الزاويه اللي الظا بتاعها 12 على 5؟ دي مش زاويه خاصه، فهجيب الاله بتاعتي واقول شيفت تان 12 على الخمس، واضغط فواصل، يبقى 67 22 48، 67 22 48 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار د. رقم 18 بيقول لك 3 اس جا سيتا بيساوي 1، لما تلاقي الناتج 1 يبقى الاس بصفر، فده معناه ان الجا سيتا بتساوي صفر. من دايره الوحده يا باشمهندس ايه الزاويه اللي الجا بتاعها بصفر؟ عندك زاويتين، دايره الوحده اللي انا عملتها في اول الفيديو بتاع الحل، ارجع لها. اول حاجه الصفر، وتاني حاجه ال 180، بس خلي بالك من حاجه، هو قايل لك الصفر مفتوح يعني الصفر مش معاك، وكده كده مش جايب الصفر في الاجابات، وال 180 اكيد عارف ان هي الباي، مع الباي اللي هي ال 180، يعني بالنسبه للاختيار جيم هو الصح. تاني لو كان في الاجابات صفر برضو ما كنتش هختارها، لانه قال لك الصفر مفتوح يعني الصفر مش معاك. تمام، بيقول لك اذا كانت سيتا من صفر ل 360 فان مجموعه حل المعادله 7 اس جا سيتا بيساوي 1 على 49، ال 49 اللي هي 7 اس 2، الاس الموجب ممكن يطلع في البسط يبقى سالب، يبقى دي كانها 7 اس سالب 2، هنا الاساس بيساوي الاساس، يبقى الاس بيساوي الاس، يبقى الجا سيتا بتساوي سالب 2. وما تتعبش نفسك الاجابه فاي، ليه؟ لان انا عارف حدود الجا دايما بتنتمي من السالب 1 للواحد، يعني اقل قيمه تساويها سالب 1 واكبر قيمه هي الواحد، فتيجي تقول لي الجا بسالب 2 اللي هي الاقل من السالب 1، ما ينفعش، يبقى بالنسبه لي مجموعه الحل فاي يا باشمهندس. تمام جدا. رقم 20 بيقول لك اذا كانت الجا سيتا بسالب نص، حاضر، بص يا باشمهندس الجا س بتساوي سالب نص، اسالك سؤال هي الجا سالبه فين؟ فتقول لي في الربع الثالث والربع الرابع، تمام، وبيقول لك ان الجتا س بتساوي جذر 3 على 2، اسالك سؤال هي الجتا موجبه فين؟ هتقول لي في الاول والرابع، طب الاثنين دول مشتركين في مين؟ في الرابع، يبقى اذا الزاويه بتاعتي في الربع الرابع، كلام جميل. طب استخدم انا واحدة، اي واحدة من دول، مثلا جتا كام بجذر 3 على 2؟ طبعا الزاوية 30. طب في الربع الرابع الزاوية بتيجي ازاي؟ 360 ناقص الزاوية، 360 ناقص 30 اللي هي 330. طب انا عايز احول 330، فاقول 330 على 180، فتطلع 11 على 6. بص ادي ال 11 هحط جنبها باي واقسم على ال 6، يبقى 11 باي على ال 6 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ده. طب لو كنت قلت الجا عادي جدا، جا كام بنص؟ 30، وانت في الرابع 360 ناقص 30، هتستخدم اي واحده هتوصل لنفس الحل بامر الله. رقم 21 بيقول لك ايه؟ اذا كانت السين بتنتمي من صفر ليه ال 2 باي، فان مجموعه حل المعادله جتا س بتساوي نص، جتا س بتساوي نص، تمام؟
هي الجتا موجبة فين؟ في الأول والرابع. طب إيه الزاوية اللي الجتا بتاعتها بنص؟ 60. طب في الربع الرابع بيبقى 360 ناقص الزاوية، يعني 360 ناقص 60 اللي هي 300. فهو عايز معادلة يبقى مجموعة الحل بتاعتها جتا س بتساوي نص برضه، ويبقى مجموعة الحل 60 و300. طيب ظا س بيساوي 2 جا س. بص الظا دي عبارة عن جا على جتا، هتساوي 2 جا س على الواحد. اوعى تختصر يا باشمهندس. ليه؟ لو اختصرت هتضيع اجابات، لان هضرب مقص زي ما هي. يبقى 2 جا س في جتا س دي ب 2 جا س جتا س هيساوي جا س، هودي دي الناحية التانية، يبقى 2 جا س جتا س ناقص الجا س بتساوي صفر. هاخد الجا س عامل مشترك، فيفضل لي 2 جتا س ناقص الواحد بيساوي صفر. يبقى من هنا يا اما الجا س بتساوي صفر، وانا عندي احتمالين للجالة وبتساوي صفر، من الصفر لل 180. طب هنا 2 جتا س هتساوي واحد، هقسم على الاتنين يبقى الجتا س بتساوي نص، والجتا س بتساوي نص اللي هم الحلين اللي انا جايبهم 60 و300. ففجأة الحلول بقت كتير، بقى معايا صفر وال 180 و60 و300. هي عايز بس ال 60 و300 بأول واحدة، دي غلط لأن في حلول زيادة اللي هي الصفر وال 180. تمام. تعالى كده نشوف التانية بتقول إيه ونتعامل معاها بنفس الطريقة. أهم حاجة في المسائل دي أوعى تختصر. ماشي، سيب الورقة دي جنبنا هنحتاجها دلوقتي. طيب بيقول لك 2 جتا تربيع س، هنودي دي الناحية التانية، يبقى دي 2 جتا تربيع س ناقص الجتا س بتساوي صفر. هاخد الجتا س عامل مشترك، فيفضل 2 جتا س ناقص الواحد بيساوي صفر. من هنا يا إما الجتا س بتساوي صفر. طب هي الجتا بتساوي صفر إمتى؟ عند حاجتين، عند ال 90 وال 270. في حلول زيادة اهي، مش مهم اكمل اصلا لان انا عايز مجموعة الحل زي ما قلت لك 60 و300 بس، اللي هي جتا س بتساوي النص، فدي برضو فيها حلول زيادة ومش مهم اكملها. تمام. طب رقم 12، طيب ما نفس الفكرة، 2 جتا تربيع س موجب 3 جتا س، والاتنين هتخش، يبقى بالنسبة لي ناقص 2 بيساوي الصفر. ممكن نحلل دي يا باشمهندس عادي جدا. 2 جتا تربيع س يبقى 2 جتا س في جتا س، الأخير سالب واحدة موجب واحدة سالب، عددين ضربهم 2 عايز في الأخر يبقوا 3، فأحط الموجب 2 هنا والسالب 1 هنا. ليه؟ دول هيديك 4 ودول سالب 1 يبقى موجب 3. من هنا إن الجتا س اعكس إشارة ده يبقى 1، اقسم على ده يبقى نص. طب من هنا إن الجتا س بسالب 2. خلي بالك ان حدوث الجتا من السالب واحد للواحد، يعني جتا س بتساوي سالب 2 دي مش موجوده، يعني مجموعه الحل فاضي. ففضل ان حلول المعادله جتا س بتساوي نص. طب ما جتا س بتساوي نص اللي هما الزاويتين 60 و300، يبقى فعلا هي دي الاجابه لمجموعه الحل، هي نفسها مجموعه الحل اللي في المعادله. رقم 22 بيقول لك اذا كانت سيتا تندم من 0 ل 2 باي فان عدد حلول المعادله دي. طيب بيقول لك 2 جا سيتا بتساوي 3. حلو، هقسم هنا على الاتنين وهقسم هنا على الاتنين، يبقى الجا سيتا 3 على الاتنين اللي هي 1.5، وقلناها كتير ان حدود الجا من السالب 1 للواحد، يعني اكتر حاجه هي الواحد، فما تقوليش 1.5 من مجموعه الحل فاضي، بس هو بيقول لك عدد الحلول يبقى عدد الحلول صفر. خلاص؟ تمام. معذرة. 23 بيقول لك اذا كانت السيتا من 0 ل 2 باي فان مجموعة حل المعادله ظا سيتا ناقص ال 90 بيساوي جذر 3. قلت لك لما تلاقي ايه الزاويه قبلها سالب زود 360، يعني دي ظا سيتا ناقص 90 موجب 360. اما بتزود دوره وما بتغيرش حاجه، الكلام ده بتساوي جذر 3. 360 ناقص 90 يعني 270، يعني دي كانها ظا 270 زائد السيتا بيساوي جذر 3. 270 زائد في الربع الرابع والظا سالبه، حط سالب، وال 270 بتغير، فهتغير الظا تخليها ظا، يبقى سالب زتا سيتا بجذر 3. ممكن اودي السالب الناحيه الثانيه، يبقى زتا سيتا بسالب جذر 3. الزتا مقلوب مين؟ الظا، ادي الظا سيتا مقلوب السالب جذر 3 بسالب 1 على جذر 3. وتسال نفسك سؤال، هي الظا سالبه فين؟ فتقول لي في الربع الثاني والربع الرابع، يبقى انا عايز زاويتين في الثاني والرابع، دي في الاول والثالث غلط، دي في الثاني والثالث غلط، دي في التاني والرابع تمشي، دي في التالت والرابع غلط، يبقى هي اكيد الاجابه دي. خلي بالك انا بحل معاك بالعقل من غير ما اقعد احسب، لان الاجابات منطقيه، خلاص انا عرفت التاني والرابع. طب لو عايز اجيب الزاويه عادي، ايه الزاويه اللي الظا بتاعها بواحد على جذر 3؟ هي الزاويه 30.
طيب في الربع الثاني يبقى 180 ناقص 30 150. طب في الربع الرابع 360 ناقص 30 اللي هي 330، يبقى فعلا الاجابتين 150 و330 اللي هو الاختيار ج. رقم 24 بيقول لك اذا كانت السين اكبر من او يساوي الصفر واقل من 2 باي، فعايز مجموعة حل المعادلة دي، جتا س ناقص باي على 3 اللي هي 180 على 3 اللي هي 60، الكلام ده بيساوي 1 على جذر 2. لو حليتها زي المسألة اللي فاتت وزودت 360 هتبقى 300، و300 مش زاوية خاصة، طب احلها ازاي؟ عادي جدا. هتقول لي ايه الزاوية اللي الجتا بتاعتها ب1 على جذر 2؟ اللي هي 45. وأول حاجة هتقول لي الجتا موجبة فين؟ فهي موجبة في الربع الأول والربع الرابع. طب ايه الزاوية اللي الجتا بتاعتها بواحد على جذر 2؟ هي الزاوية 45، دي لو في الأول. طب لو في الرابع يبقى 360 ناقص 45 يبقى 315 درجة. هتساوي اللي جوه بقى اللي هو س ناقص ال 60 مرة بال 45 ومرة س ناقص ال 60 هتساويها بال 315. هتودي دي الناحية التانية يبقى س بتساوي 60 زائد 45 اللي هي 105. طب ده هتوديها الناحية التانية يبقى س بتساوي 60 زائد 315 ب375. خلي بالك ال 375 ده ازيد من 360 فتطرح 360، يبقى بالنسبه لي ان دي 15 درجه. طب انا عايز احولهم للتقدير الدائري فاقول 105 على 180 فتطلع بالنسبه لي هنا 7 باي على 12، دي الزاويه دي. طب ال 15 ادي 15 اقسم على 180 فتطلع معايا 1 باي على 12 اللي هي بالنسبه لي باي على ال 12. يبقى مجموعة الحل هي 7 باي على 12 وباي على ال 12، واعتقد دي موجودة في الاختيار ايه؟ الاختيار ايه؟ 25 بيقول لك مجموعة حل المعادلة دي، حاضر. ادي 2 جتا تربيع سيتا. هودي السالب 1 يبقى بتساوي 1. هقسم على الاتنين هنا والاتنين هنا ده هتروح، يبقى اذا الجتا تربيع سيتا بتساوي نص. جذر يمين جذر شمال الجذر يشيل لك الاس، يبقى الجتا سيتا. ادي جذر الواحد بواحد وجذر اتنين في المقام بجذر اتنين، وطبعا اس زوجي يبقى موجب او سالب. هقول لك ملحوظه، لما تلاقي اي نسبه مثلثيه موجب او سالب فاعرف ان انت عندك اربع حلول او اربع اجابات، فالوحيده اللي فيها اربع اجابات هي الاختيار الف. طب انا اجيب الاجابات ازاي واتاكد منها؟ ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بواحد على جذر اتنين؟ فهي الزاويه 45. طب في الربع الثاني 180 ناقص 45 يبقى 135. طب في الربع الثالث، ما هي موجب او سالب يعني الاربع ارباع يا باشمهندس. طيب الربع الثالث 180 زائد 45 يبقى 225 درجه. طب في الرابع 360 ناقص 45 يبقى 315 درجه، يبقى فعلا الاختيار الف هو الاختيار الصح. 26 بيقول لك اذا كانت السيتا من 0 ل 2 باي فان مجموعه حل المعادله دي، حاضر. بيقول لك ايه بقى هنا؟ جتا تربيع سيتا ناقص الجتا سيتا، الكلام ده بيساوي 0. اقول له انا ممكن اخد الجتا سيتا عامل مشترك، فيفضل لي من هنا جتا سيتا ناقص الواحد، الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر، تمام. فقال لك يا باشمهندس يا اما الاول بيساوي صفر، يعني يا اما الجتا سيتا دي بتساوي صفر، ودي حالتين امتى الجتا بتساوي صفر؟ ده عند ال 90 وال 270، ومن هنا ان الجتا سيتا تساوي موجب واحد. ودي الناحيه الثانيه، طب امتى الجتا بتساوي واحد؟ طبعا ده عند زاويه واحده اللي هي الصفر. يبقى الحلول بتاعتي هي صفر و90 270، بس اتاكد من الشرط، الصفر موجود؟ اه موجود. ال 90 موجوده هنا؟ تمام. ال 270 شغاله؟ برضو تمام. يبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار ج اللي هم الثلاث اجابات دول. 27 بيقول لك مجموعه حل المعادله دي، طب انا ملاحظ ان الجتا متكرره، فانا اخد الجتا سيتا عامل مشترك، فيفضل لي هنا 2 جا سيتا زائد هقسم هنا يبقى دي 3، الكلام ده بصفر. فيا اما الاولى دي بتساوي صفر، يعني يا اما الجتا سيتا بتساوي صفر، واحنا لسه قايلين امتى يا باشمهندس الجتا تساوي صفر؟ ده عند زاويتين اللي هي 90 270. يا اما بقى هنا 2 جا سيتا، هودي الناحيه الثانيه يبقى سالب 3، اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين ده هتروح، يبقى الجا سيتا سالب 3 على 2 سالب 1.5. وقلنا كتير ان حدود الجا من السالب 1 للواحد، يعني سالب 1.5 ده مرفوض مش معايا، يبقى مجموعه الحل 90 و270، بس اتاكد من الشرط. فعلا ال 90 وال 270 موجودين في الفتره دي، يبقى فعلا الاختيار بتاعنا هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. خلاص ماشي. اللي بعده بيقول لك ايه؟ 28 بيقول لك يا باشمهندس اذا كانت السين اكبر من او يساوي الصفر واقل من 2 باي، عايز مني مجموعه حل المعادله دي، حاضر. البسط جتا تربيع ناقص جتا تربيع ده ملوش اي لازمه، يعني ملوش اي فكه دلوقتي. على
واحد ناقص جتا تربيع من درس المتطابقات ده جتا تربيع سي. ليه؟ انت عارف ان الجتا تربيع زائد الجتا تربيع بيساوي واحد. طيب لو انا قمت عامل ايه؟ مودي للناحية التانية، يبقى واحد ناقص جتا تربيع يدي الجتا تربيع، تمام؟ المفروض زائد اتنين بيساوي صفر. ممكن اوزع البسط على المقام، جتا تربيع على جتا تربيع بواحد ناقص جتا تربيع على جتا تربيع بظا تربيع سي. والموجب اتنين ممكن اوديها الناحية التانية تبقى سالب اتنين عادي جدا، او اسيبها هنا موجب اتنين، او موجب اتنين بيساوي صفر. هودي دي الناحية التانية، السالب ظا تربيع هتروح بظا تربيع سي، وهنا هيبقى واحد وموجب اتنين يبقى موجب تلاتة. جذر يمين جذر شمال، الجذر يشيل لك الأس يبقى ظا سي، الأس زوجي يبقى موجب أو سالب، وأدي جذر تلاتة. تمام، قلت لك لما تلاقي موجب أو سالب يبقى أربع إجابات، يبقى دي غلط ودي غلط، هنا أربع إجابات وهنا أربع إجابات مفيش مشكلة. الزاوية اللي الظابطها بجذر تلاتة هي الزاوية 60. طب في الربع التاني 180 ناقص 60 120، طب في الربع التالت 180 زائد 60 240، طب في الرابع 360 ناقص 60 اللي هي 300. تمام جدا، هبدأ أحول دول للتقدير الدائري، يبقى 60 على 180 اللي هي باي على التلاتة، 120 على 180 اللي هي 2 باي على التلاتة، 240 على 180 اللي هي 4 باي على التلاتة، وبعد كده 300 على 180 اللي هي 5 باي على التلاتة. يبقى دول الأربع زوايا، باي على التلاتة ماشي، 2 باي على التلاتة موجودة في الاتنين، 4 باي على التلاتة اهي اهي، و5 باي على التلاتة، يبقى الاختيار جيم، لأن دي 3 باي على 4 طبعا هي دي غلط، يبقى بالنسبة لي فعلا ده الاختيار الصح. تمام، 28 يا باشمهندس تعالى نشوف بتقول لك ايه. لا احنا خلصنا 28، يبقى 29 بقى. 29 يا باشمهندس بيقول لك اذا كانت سيتا اكبر من الصفر واقل من او يساوي 360 عايز مني مجموعه حل المعادله دي. جا 2 سيتا زائد 30 بتساوي جذر 3 جتا 2 سيتا زائد 30. تمام، خلي بالك ان دي جا 2 سيتا زائد 30 ودي جتا 2 سيتا زائد 30، اللي اقصده يا باشمهندس هنا ان دي نفس الزاويه. تمام، فانت ممكن يا باشمهندس تقسم على الجتا تخليها ظا، مش فاهم يعني دي جا 2 سيتا زائد 30 بتساوي جذر 3 جتا 2 سيتا زائد 30. لو انا قسمت هنا على جتا 2 سيتا زائد 30 وقسمت هنا برضو على الجتا 2 سيتا زائد 30، الجا على الجتا يبقى ظا، وادي 2 سيتا زائد 30 ودي هتروح مع دي، يبقى بالنسبه لي جذر 3. دي مش زاويه خاصه برضو. تمام جدا، طب ايه الظا؟ قول لي الموجبه فين كده جدع، الموجبه في الاول والتالت، يبقى انا عايز زاويتين في الاول والثالث. بس خلي بالك انت عندك شرط فما تستعجلش، يعني الربع الاول ايه الزاويه اللي الظابطه بتاعتها بجذر 3؟ فهتقول لي الزاويه 60. طب في الربع الثالث 180 زائد 60 يعني 240، تقوم بقى واخد اللي جوه القوس اللي هو 2 سيتا زائد ال 30 هتساوي مره بال 60، ومره ال 2 سيتا زائد ال 30 هتساويها بال 240، دي هتروح، يبقى ال 2 سيتا هيساوي 60 ناقص 30 30، اقسم على ال 2 يبقى السيتا ب 15. يبقى اول حل بالنسبه لي ان السيتا بكام؟ ب 15. خلاص ماشي، ودي بالنسبه لي 2 سيتا زائد 30، هودي للناحيه الثانيه، يبقى بالنسبه لي يا باشمهندس ال 2 سيتا هيساوي 240 ناقص 30 210، هقسم على الاثنين يبقى بالنسبه لي ان السيتا بتساوي 105 درجه. باشمهندس هو الوقت دي مش موجوده، ولا ال 15 ولا 105، اقول لك لا 15 اهي وال 105 اهي. تقول لي يا باشمهندس دول اربع اجابات، ما انا تعالى اقول لك، هو انت قال لك حدودك من الصفر ل 360، تمام، وانا عارف الحل العام بتاع الظا بيكون الزاويه الصغيره اللي هي 15 زائد الباي نون، يعني ممكن تزود عليها 180، فلما ازود على ال 15 180 تبقى 195. طب لو انا زودت على ال 105 180 فهتبقى بالنسبه لي 285، صح؟ يبقى الزوايا دي برضه تنفع. ليه؟ لان هي لسه ضمن الحدود من 0 ل 360، فانا لازم اجيب له كل الحلول اللي بتحقق من 0 ل 360، يبقى الاختيار ده اللي هو الصح. تاني دلوقتي يا باشمهندس انا جبت الزوايا 15 و105، بس انا عارف ان الحل العام بتاع الظا بيبقى الزاويه الصغيره زائد باي نون، يعني ايه؟ يعني الظا بتتغير كل 180، ما هو الباي دي اللي هي 180، فانا لو حطيت النون بواحد يبقى 15 زائد 180، طب لو حطيت النون باتنين يبقى 15 زائد 360، لا ده عدد الحدود. وصلت؟
وال105 كذلك، 105 زائد 180 يبقى 285، يبقى فعلا الاختيار ده اللي هو الصح، وده من الاسئله المهمه جدا جدا. رقم 30 بيقول لك ايه؟ تعال نشوف، بيقول لك اذا كانت الثيتا من 0 ل 2 باي فان مجموع حل المعادله دي. حاضر، ده عباره عن جا ثيتا، والقطع تنزل المقام تبقى جا، يبقى دي 1 على جا ثيتا، والاثنين هتخش يبقى سالب 2، الكلام ده بيساوي 0. ممكن نضرب المعادله كلها في جا ثيتا، جا في جا بجا تربيع ثيتا، وسالب 2 في جا بسالب 2 جا ثيتا. 1 على جا ثيتا لما اضربه في جا ثيتا يبقى موجب 1، الكلام ده بصفر. دي ممكن نحللها او ممكن تعرف ان هي مربع كامل ايا كان يعني. الجا تربيع هيبقى جا في جا، بالاخير موجب الاشارتين شبه اللي في النص سالب، عددين ضربهم واحد مجموعهم 2 هو 1 في 1. الاثنين اللي شبه بعض، يبقى الجا ثيتا هودي السالب 1 يبقى موجب 1. ايه الزاويه اللي الجا بتاعها بواحد يا باشمهندس؟ طبعا هي الزاويه 90 درجه، يبقى الاجابه 90. وطبعا انت عارف ال 90 اللي هي باي على الاثنين، باي على الاثنين يعني 180 على الاثنين فيها ال 90، يبقى بالنسبه لي ان الاختيار الصح طبعا هو الاختيار ايه؟ الاختيار الف. خلاص؟ هل في اي مشاكل؟ سهله جدا بامر الله. تعالى نشوف اللي بعده، كده خلصنا الورقه دي هي كمان. يلا. رقم 31 بيقول لك عدد حلول المعادله دي يا باشمهندس هي ايه؟ حاضر. برضه المعادلة دي تتحلل، ادي جتا تربيع سيتا، ولعلمك هي مربع كامل، بس انا مش هفرض ان انا مش عارف ان هي مربع كامل، عادي جدا افتح القوسين اهم، الجتا تربيع هتبقى جتا في جتا، الاخير موجب الاشارتين شبه اللي في النص سالب، عددين ضربهم 4 مجموعهم 4، 2 في 2، طلع القوسين شبه بعض، يبقى من هنا ان الجتا سيتا بتساوي 2. برضه قلت لك ان حدود الجتا من السالب 1 لل1، فالاثنين ده اكبر، يبقى مجموعه الحل فاي، وعدد الحلول يبقى صفر. طالما بيقول لي عدد الحلول يبقى صفر، يبقى مجموع عدد الحلول بيساوي صفر، اللي هو الاختيار الف. رقم 32 بيقول لك اذا كانت الثيتا بتنتمي من صفر ل2 باي فان مجموع حل المعادله دي. برضه يا باشمهندس المعادله دي تتحلل. بص انا هفتح هي الاقواس على طول. 2 جتا تربيع دي بتتحلل 2 جتا في جتا. الاخير سالب واحده موجب واحده سالب. طب عددين ضربهم 3 الفرق ما بينهم سالب 5. هقول لك انا هحط هنا سالب 3 وهنا موجب 1، ليه؟ دي كده سالب 6 وموجب 1 يبقى سالب 5. طيب من هنا ان الاثنين جتا ثيتا هودي الواحد يبقى سالب 1. هقسم على الاثنين يبقى الجتا ثيتا بسالب نص. تسال نفسك سؤال، هي الجتا سالبه فين؟ فتقول لي في الربع الثاني والربع الثالث. طب ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص؟ 60. طب الزاويه في الربع الثالث 180 ناقص 60 يبقى 120. طب في الثالث 180 زائد 60 يبقى 240. يبقى انا معايا لحد دلوقتي 120 و240. طب من هنا ان الجتا ثيتا بتساوي 3، وده مرفوض، قلت لك لان حدود الجتا من السالب 1 لل1، يعني ما ينفعش تساوي سالب 3 او 3. يعني بالنسبه لي مجموعه الحل 120 و240، اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار د. 33 بيقول لك اذا كانت الثيتا من 0 ل 3 باي على 2 اللي هي 270 فان مجموعه حل المعادله دي. برضه يا باشمهندس هنروح للتحليل. الاثنين جا تربيع هي 2 جا في جا، الاخير موجب الاشارتين شبه اللي في النص موجب، عددين ضربهم واحد مجموعهم 3، الواحد كده كده 1 في 1، دول هيديني 2 ودول هيديني 1 يبقى مجموعهم 3. من هنا ان الاثنين جا ثيتا بسالب 1، بعكس اشاره ده، هقسم على الاثنين يبقى الجا ثيتا بسالب نص، ومن هنا ان الجا ثيتا بتساوي كام؟ سالب 1. تعالى نشتغل على دي. اول حاجه امتى يا باشمهندس الجا سالبه؟ فتقول لي في الربع الثالث والربع الرابع. طب ايه الزاويه اللي الجا بتاعتها بنص؟ ب 30. طب الزاويه في الربع الثالث بيبقى 180، طبعا الربع مستبعد لان انت حدودك لحد ال 270. الربع الثالث يبقى 180 زائد 30 210، يبقى لحد دلوقتي 210. طيب الجا ثيتا بتساوي سالب 1 امتى؟ دي عند ال 270، بس خلي بالك ان هو فتح القوس بتاع ال 270 يعني مش عايزها، يبقى الحل الوحيد اللي موجود هو 210 اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار ب. رقم 34 بيقول لك اذا كانت الثيتا تنتمي من صفر لحد باي فان مجموعه حل المعادله دي. مفيش ادنى مشكله، برضو ممكن تتحلل معاك بكل بساطه. 3 قا تربيع هتحللها 3 قا ثيتا في القا ثيتا، الاخير موجب، يبقى الشرطين شبه اللي في النص سالب، عددين ضربهم 2 مجموعهم 7. حط هنا 2 وهنا 1 لان دي هتجيب لك سالب 6 وسالب 1 يبقى سالب 7، يبقى من هنا ان 3 قا ثيتا ودي السالب 1 يبقى موجب 1. اقسم على التلاتة يبقى القا ثيتا بتساوي 1 على التلاتة، القا مقلوب الجتا ومقلوب التلت يبقى 3، ما انت بتشقلب دول، وبرضه انا عارف ان حدود الجتا من السالب 1 لل1، يبقى هنا بالنسبة لي ان ده مجموعة الحل فاي، تمام؟ من هنا ان القا ثيتا بتساوي موجب 2،
القا مقلوب الجتا، ومقلوب الاتنين هو نص. طب الجتا سيتا بتساوي نص، هتقول لي يا باشمهندس الجتا موجبة فين؟ في الأول والرابع. بس هو قال لك حدودك من صفر لباي يبقى الزاوية في الربع الأول، يعني دي لأ ودي لأ. طب ايه الزاوية اللي الجتا بتاعتها بنص؟ هي الزاوية 60 درجة. يبقى بالنسبة لي الاختيار ب هو الاختيار الصح. لازم تفكر بالطريقة دي عشان الموضوع يبقى سهل عليك بأمر الله. 35 بيقول لأي من قيم السين التالية تحقق المعادلة. بص دي لها طريقتين من الحل. أول طريقة التجربة، ودي سهلة جدا. ازاي؟ ما انت معاك اهو الارقام، يعني مثلا هتشيل السين وتحط 10، فتكتب ساين 10 زائد 1 على ساين 10، وتشوف هل هتطلع لك الاجابة دي ولا لا. ما طلعتش، هي طلعت بالنسبة لي 5.9. طب ما تكتب الاجابة دي على الآلة، 7 على 2 جذر 3، عشان تشوف الناتج بتاعها بكام. فطلعت معايا ب2.2، يبقى انا عايز اجابه تطلع 2.2، فال10 دي غلط. طيب ماشي، ال30 يبقى ساين 30 زائد 1 على ساين 30، فتطلع معايا ب5 على 2 اللي هي 2.5، برضه غلط لان انا عايز 2.2، فدي غلط. طب جرب ال45، ساين 45 زائد 1 على ساين 45، طلعت معايا ب2.12، لا دي 2.2، فدي برضو غلط، يبقى هي اكيد دال. تعال نشوف، ساين 60 زائد 1 على الساين 60، فطلعت معايا ب7 جذر 3 على 6 اللي هي 2.2، يبقى فعلا صح. هتقول لي ايه اللي جاب القلعه جنب البحر يا باشمهندس؟ يعني 7 جذر 3 على 6، ايه اللي جابها 7 على 2 جذر 3؟ هقول لك، ادي 7 جذر 3 والستة دي عبارة عن 2 في 3، الجذر 3 في 1 على الجذر 3 في الجذر 3، يبقى هي بتساوي 7 على 2 جذر 3. دي الطريقة الأولى اللي احنا عملناها بالتجربة، تمام. في طريقة تانية؟ أيوة يا باشا، وعناية ليك. الطريقة التانية إن أنت تبدأ تضرب في الجا س، يعني تضرب المعادلة كلها في جا س. فجا س في جا س بجا تربيع س، لما أضرب الجا يبقى موجب 1، المفروض هيساوي 7 على 2 جذر 3 جا س. هندخل دي جوه، يبقى جا تربيع س ناقص 7 على 2 جذر 3 جا س موجب 1 بيساوي الصفر. تبدأ تحلل ده على الآلة بس من مود التحليل اللي هو مود 5 3. معامل الجا تربيع ب1، ومعامل دي سالب 7 على 2 جذر 3، وهنا الأخير موجب 1. اضغط يساوي، فقال لك إن أول حل هو 2 جذر 3 على 3. يعني إيه؟ يعني الجا س بتساوي 2 جذر 3 على 3. خلي بالك ده اللي هو 1 و15، وانا عارف ان حدود الجا من السالب 1 للواحد فده مرفوض. طيب ماشي، الحل التاني قال لك ان الجا س بتساوي جذر 3 على 2. طب الجا موجبه فين؟ هتقول لي في الربع الاول والربع التاني. طب ايه الزاويه اللي جا بتاعها في جذر 3 على 2؟ في الاول 60، في التاني 120، بس الوحيده اللي جايه في الاجابات 60، يبقى فعلا الاختيار ده اللي هو الاختيار الصح. يبقى دي طريقه الخطوات، ودي طريقه التجربه اللي احنا عملناها من شويه. 36، إذا كانت السيتا من صفر للباي، تمام، عايز عدد حلول المعادلة جا سيتا في جتا سيتا بتساوي نص جا سيتا بيساوي كام؟ طيب عايز أتصرف مع دي بذكاء، فأنا هودي دي الناحية التانية، يبقى دي جا سيتا جتا سيتا ناقص النص في الجا سيتا بيساوي صفر. هاخد الجا سيتا عامل مشترك، فيفضل لي من هنا جتا سيتا ناقص النص بيساوي صفر. طيب من هنا إن الجا سيتا بتساوي صفر، ومن هنا إن الجتا سيتا بتساوي نص. ايه الزاوية اللي جا بتاعها بصفر؟ خلي بالك بقى، من صفر ل 180، بس خلي بالك الصفر مفتوح فمش معايا، والباي اللي هي 180 مفتوحة يبقى مش معايا. طب الجتا سيتا بتساوي نص، اقول لك الجتا موجبة في الاول وفي الرابع. طب خلي بالك ان هو قال لك برضه من صفر للباي، يعني من صفر ل 180، يعني الرابع مش معايا، يبقى الوحيد اللي موجود الزاوية اللي في الربع الاول، يعني عدد الحلول هيبقى واحد بس اللي هو الاختيار ب، وده سؤال جميل جدا جدا. خلي بالك انا طلع لي 4 حلول بس استبعدت كله، وفضل لي بس ان الجتا سيتا بتساوي نص اللي هي كام؟ اللي هي 60، فعدد الحلول يبقى 1 فقط، لان الصفر ما بينتمش للفتره ولا ال 180، والربع الرابع ده برضه ما بينتمش للفتره لان الفتره دي اول وتاني فقط يا باشمهندس. خلاص؟ 37 بيقول لك اذا كانت السيتا من صفر ل 2 باي مفيش مشكله، فان عدد حلول المعادله جتا اس 4 سيتا ناقص جا اس 4 سيتا المفروض بتساوي الجا سيتا. لازم تعرف ان الاول ده فرق ما بين مربعين، اللي هو عبارة عن جتا تربيع سيتا زائد الجا تربيع سيتا في الجتا تربيع سيتا ناقص الجا تربيع سيتا.
الكلام ده كله بيساوي جا سيتا. لازم تبقى عارف ان جتا تربيع زائد جتا تربيع بواحد، فدي كده بواحد، فيفضل لك هنا جتا تربيع سيتا ناقص الجا تربيع سيتا، تمام؟ طيب انت عايز توحد المعادله يعني يبقى شكلها حاجه واحده، فانت ممكن تفك الجتا تربيع دي تشيلها من المتطابقات اللي هي واحد ناقص الجا تربيع، جا تربيع سيتا، وهنا سالب جا تربيع سيتا، والكلام ده بيساوي جا سيتا. طب ليه ما فكتش الجا؟ لان المساله فيها جا، فلو كنت فكيت الجا وخليتها جتا كانت مش هعرف افك دي، فانا فكيت دي عشان المساله تبقى كلها جا. يعني دي واحد ناقص اتنين جا تربيع سيتا بيساوي جا سيتا، هودي السالب اتنين الناحيه التانيه يبقى اتنين جا تربيع، وهنا موجب جا سيتا، والواحد هيروح يبقى سالب واحد، الكلام ده بصفر. هبدا احلل دي مفيش ادنى مشكله، تبقى اتنين جا سيتا وهنا جا سيتا، الاخير سالب واحده موجب واحده سالب. انا عايز اللي في النص موجب، هنا موجب واحد وهنا سالب واحد، لان ده يديك موجب اتنين ودي سالب واحد. من هنا ان الجا سيتا بتساوي، اعكس اشاره السالب واحد يبقى واحد، اقسم على ده يبقى نص. ومن هنا ان الجا سيتا بتساوي كام؟ الجا سيتا بتساوي سالب واحد. طب هو بيقول لك عدد الحلول، تمام، هي الجا سيتا موجبه فين؟ في الاول والتاني. يبقى انا عندي هنا حل في الاول وحل في التاني اللي هو 30، والجا سيتا بتساوي نص ب 30، وربع التاني 180 ناقص 30 150. طب الجا سيتا امتى بتساوي سالب واحد؟ طبعا دي بالنسبه لي اللي هي ال 270. يبقى انا بالنسبه لي ادي حل، ادي التاني، ادي التالت، يبقى بالنسبه لي ثلاث حلول، اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار ج يا باشمهندس. 38 بيقول لك اذا كانت سيتا من 0 ل 2 باي، وكانت سين هي مجموعه حل المعادله، جا سيتا بتساوي صفر، تمام. ادي الجا سيتا بتساوي الصفر. امتى الجا بتساوي صفر؟ عند حاجتين، عند الصفر وال 180. قال لك ان سين هي مجموعه الحل دي، يعني السين عباره عن صفر و 180، تمام. وقال لك ان الصاد هي مجموعه حل دي، الجتا سيتا بتساوي نص. طيب ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص؟ طبعا الجتا موجبه في الاول والرابع. ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص؟ 60. في الربع الرابع 360 ناقص 60 يعني 300 درجه. يبقى انا بالنسبه لي ان الصاد عباره عن المجموعه 60 درجه و 300 درجه. طيب ماشي، بيقول لي فان مجموعه حل المعادله جا سيتا في 2 جتا سيتا ناقص 1 عباره عن ايه؟ ما هو يا اما الاول هنا بيساوي صفر اللي هو جا سيتا بتساوي صفر، واحنا لسه قايلينها اللي هو الوقت حلين صفر و 180، يا اما المعادله دي اللي هي 2 جتا سيتا ناقص الواحد بتساوي صفر، هودي دي يبقى ال 2 جتا سيتا بتساوي واحد، هقسم على ال 2 يبقى الجتا سيتا بتساوي نص، واحنا لسه قايلين برضو ان الجتا سيتا بتساوي نص يعني 60 و 300 درجه. يعني مجموعه حل المعادله اللي هو عطاها لصفر و 180 و 60 و 300 دي مجموعه حل المعادله اللي هو عطاها لي، اللي هم الاربع حلول دول، يعني كانه عمل سين اتحاد صاد. انا لما اعمل سين اتحاد صاد هيبقى 0 و180 و60 و300 اللي هم الاربع حالات دول، يبقى بالنسبه لي الاختيار باء هو الاختيار الصح. رقم 39 بيقول لك اذا كانت السيتا من 0 ل 2 باي، وكانت سين تمثل مجموعه حل المعادلتين، الجا سيتا بتساوي 1 على الجذر 2 والجتا سيتا ب 1 على الجذر 2. طيب الجا موجبه في الربع الاول والربع الثاني، والجتا موجبه في الربع الاول والربع الرابع، فدول معادلتين انا عايز حل مشترك، يبقى اذا الزاويه في الربع الاول. طب ايه الزاويه اللي الجا بتاعتها بواحد على جذر 2؟ فهي الزاويه 45، ماليش دعوه بالثاني والرابع لان انا بحل المعادلتين دول مع بعض، فالزاويه اللي بتحقق 45. قال لك سين هي مجموعه حل المعادله دي، يبقى السين عباره عن المجموعه 45 درجه، تمام جدا. طب بيقول لك وكانت صاد تمثل مجموعه حل المعادله، الجا سيتا بتساوي جتا سيتا، ودي مهمه. لو قلنا الجا بتساوي الجتا يبقى مجموع الزاويتين اللي هو سيتا وسيتا 2 سيتا بتساوي 90، هقسم على 2 يبقى السيتا ب 45 درجه. بس احنا قلنا ان الجا بتساوي الجتا في حالتين، ان هما الاثنين موجب في الربع الاول، او هما الاثنين سالب في الربع الثالث. طب ما هي الزاويه في الربع الاول 45 درجه، والزاويه في الربع الثالث 180 زائد 45 يبقى 225 درجه. يبقى اذا المجموعه صاد عباره عن 45 درجه و 225 درجة، تمام. فبيقول لك س بتساوي ص، استحالة دي 45 ودي 45 و 225 فده غلط. طب س جزئية من الصاد؟ أيوه، الس فيها 45 وده جزء أو عنصر من العناصر اللي هنا فده صح. ص جزئية من س، ما ينفعش الكبير هو اللي جزء من الصغير، عدد عناصر س أكبر من الصاد، ده س فيها عنصر واحد وص فيها عنصرين فده برضه بالنسبة لي غلط، يبقى فعلا الاختيار الصح هو الاختيار ب. رقم 40 بيقول لك انا عايز منك مجموعه حل المعادله دي. حاضر يا باشمهندس، يلا هنفك القوس ده الاول. الاول تربيع بواحد، 2 في الاول في الثاني يبقى 2 جا سيتا،
الأخير تربيع يبقى جا تربيع سيتا يساوي جتا سيتا زائد 2 جا سيتا. طب مبدئيا أشيل الاتنين جا سيتا مع الاتنين جا سيتا، فأنا عايز أوحد المعادلة بتاعتي يا باشمهندس يبقى كلها جتا، فأنا ممكن أشيل الجا تربيع دي، يبقى دي 1 زائد الجا تربيع أنا عارف من المتطابقات هي 1 ناقص الجتا تربيع سيتا، الكلام ده بيساوي جتا سيتا. طب 1 زائد 1 ده اللي هو 2، طب السالب جتا تربيع هتروح الناحية التانية يبقى جتا تربيع سيتا، وهنا موجب جتا سيتا والاتنين هتروح يبقى سالب 2، الكلام ده بيساوي صفر. هنبدأ نحلل المعادلة دي، الجتا تربيع هحللها يبقى جتا في جتا، الأخير سالب واحدة موجب واحدة سالب، عددنا أربعهم اتنين الفرق ما بينهم واحد والكبير شبه في النص بقى اتنين في واحد، تمام؟ يبقى هنا بالنسبة لي إن الجتا سيتا بتساوي سالب 2، وده مرفوض لأن حدود الجا زي ما قلنا من سالب واحد لواحد، فهنا مجموعة الحل فاضي. أو من هنا إن الجتا سيتا بتساوي واحد، وإمتى الجتا بتساوي واحد؟ لما تكون الزاوية صفر، يبقى بالنسبة لي مجموعة الحل هي صفر بس، اللي هو بالنسبة لي الاختيار إيه؟ الاختيار ألف، خلاص؟ كلام جميل جدا يا باشمهندس، تعالى نشوف اللي بعده. رقم 41 بيقول لك إيه؟ بيقول لك إذا كانت س وص بتنتمي من صفر لاتنين باي، وخلي بالك من الشرط ده لأنه مهم جدا جدا، قال لك إن الزاوية اللي أنت هتستعملها عبارة عن س زائد ص، يعني اجمع الزاويتين مع بعض. فإن مجموع قيم سيتا التي تحقق أن الجا س في الجا ص بتساوي 1، تمام؟ أنا عارف إن حدود الجا س من السالب 1 لحد الواحد، وعارف برضو إن حدود الجا ص ما هي جا برضه من السالب 1 للواحد. فإمتى ضربهم يبقى بواحد؟ يا إما تضرب السالب 1 في السالب 1، يا إما تضرب الواحد في الواحد، لأن سالب 1 في سالب 1 تديك 1، والواحد في الواحد تديك 1، دي الحالة الوحيدة يا باشمهندس إن الناتج هيطلع 1. اصل لو دي بنص ودي بنص يبقى نص في نص بربع، انما امتى الناتج يبقى واحد؟ لو سالب واحد في سالب واحد او واحد في واحد. يبقى يا امتى الجا س بتساوي واحد، ويا امتى الجا س بتساوي سالب واحد، وكده كده الجا س هي هي الجا ص، والجا س هي برضو الجا ص، يعني مش هتفرق. طب امتى الجا بتساوي واحد؟ عند ال 90 درجه. طب امتى الجا بتساوي سالب واحد؟ دي عند ال 270 درجه. بس خلي بالك هو قال لك الزاويه بتاعتك س زائد ص، بس خلي بالك دي عبارة عن السين مثلا ودي الصاد أو العكس، ما لو دي 90 هتبقى 270، لو اللي فوق 270 هتبقى اللي تحت 90، بس قال لك إن السيتا عبارة عن مجموعهم، مجموعهم اللي هو 270 زائد ال 90 يعني 360 درجة، وال 360 دي يا باشمهندس اللي هي عبارة عن إيه؟ طبعا ال 360 اللي هي عبارة عن ال 2 باي، صح؟ ولا إحنا لخبطنا؟ تعالى كده أنا المفروض الجا بتساوي 1 عند 90، والجا بتساوي سالب واحد عند ال 270، قال لك السيتا هي مجموعهم يا باشمهندس، خلاص؟ خلي بالك ما هي لو دي 90 هيبقى اللي قصادها الناحيه الثانيه 90، لان كل واحده هتساوي واحد، يعني انت عندك احتمالين يا باشمهندس، معذره مش كده بقى، الاحتمال الاول هو 90 زائد 90 عشان تبقى جا 90 في جا 90، والاحتمال الثاني اللي هو جا 270 في جا 270، يعني 270 زائد ال 270، 90 و90 180 و270 و270 اللي هي 540، تمام؟ تمام. طيب ال 180 دي اللي هي عبارة عن باي، وال 540 لو أنت قسمت ال 540 على ال 180 فتديك 3، تحط لها باي يبقى 3 باي، يبقى مجموعة الحل هي باي و3 باي اللي هو الاختيار باء. تاني باشمهندس أنا دلوقتي عشان الجا س في جا ص هتبقى جا 90 في جا 90 اللي هي 1 في 1 ب1. اما 90 دي اللي هي السين ودي الصاد والسيتا مجموعهم يبقى 90 زائد 90، او تبقى جا 270 في جا 270 برضو، لان جا 270 بسالب 1 والجا 270 في سالب 1، سالب 1 في سالب 1 ب1، ودي السين برضو ودي الصاد، يبقى فعلا هي دي كده الاجابه الصح. رقم 42 بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كان الحل العام للمعادله ده هو باي على 2 زائد 2 باي نون، حيث ان العدد الصحيح فانها الالف. طب خلي بالك انا عارف الحل العام ده، الحل العام يا باشمهندس بيبقى واخد الزاويه الصغيره زائد 2 باي نون، لان دي داله الجا، فالزاويه الصغيره هنا يا باشمهندس اللي هي باي على الاثنين، ما هو باي على الاثنين اللي هي 90، يبقى انا كده عرفت يا باشمهندس ان السيتا بتساوي كام؟ عرفت ان السيتا بتساوي 90، يعني انا بالنسبه لي دي جا سيتا يعني جا 90 بتساوي 3000 ناقص ال 4، والجا 90 اللي هي ب1، السالب 4 هتروح الناحيه الثانيه، يبقى اذا ال 3000 هيساوي 4 و1 5، هقسم هنا على 3 وهنا على 3، ده هتروح
يبقى اذا الالف ب5 على التلاتة، ويبقى اختيارنا الصح طبعا هو الاختيار ايه؟ الاختيار ده. سؤال جميل، لازم تبقى عارف ان الزاويه دي هي الناتج، يعني الزاويه دي اللي بتحقق المعادله، يبقى هي دي كده اللي انا هشتغل بيها. 43 بيقول لك الحل العام للمعادله ج 3 على 2 سيتا بيساوي صفر. هسألك سؤال، هي الجا سيتا بتساوي صفر امتى؟ هتقول لي يا باشمهندس عند الصفر وال 180. خلي بالك ان الحل العام بتاع الجا بتساوي صفر هو باي نون. ليه؟ لما تحط النون بواحد يبقى باي، سوري، النون بصفر يبقى باي في صفر اللي هي صفر. طيب لما تحط النون بواحد يبقى باي في واحد اللي هي باي. لما تحط النون باتنين يبقى باي في اتنين اللي هي اتنين باي، اللي هي 360 بتكافئ صفر. يبقى الحل العام بتاعها هو باي نون. الحل العام قال لك خد الزاوية اللي هي 3 على الاتنين سيتا وساويها بباي نون بالحل العام، وده الحل اللي هيطلع لك صفر. طب انا عايز الزاوية بقى اللي هي سيتا، طب ال 3 على 2 عشان اخلص منها هضرب هنا في 2 على 3 واضرب هنا في ال 2 على 3. ده هتروح كده يبقى السيتا بتساوي 2 على 3 في الباي نون، يبقى السيتا 2 على 3 باي نون او 2 على 3 نون باي، هي نفس الفكرة، يعني اختيارنا الصح هو الاختيار ج. رقم 44 يا باشمهندس بيقول لك الحل العام للمعادلة دي، الجا سيتا في الجتا سيتا بتساوي صفر. هقول له يا باشمهندس بكل بساطة، لما دالتين اتضربوا ببعض نتيجهم صفر، فيا إما الدالة الأولى بتساوي صفر والجا سيتا بتساوي صفر، أنا لسه قايل لك الحل العام بتاعها في السؤال اللي فات هو باي نون، عشان لما أحط النون بصفر والنون بواحد وهكذا. طيب الجتا سيتا بتساوي صفر، إيه الحل العام بتاعها؟ هي إمتى الجتا بتساوي صفر؟ عند حالتين، عند ال 90 وعند ال 270. فقال لك الحل العام بتاع الجتا هو موجب أو سالب الزاوية الصغيرة اللي هي 90 اللي هي باي على الاتنين زائد باي نون، ده الحل العام يا باشمهندس بتاع الجتا. يبقى ده الحل العام بتاع الجا، وده الحل العام بتاع مين؟ بتاع الجتا. بس خلي بالك انا الوقت يا باشمهندس عايز الحل اللي يطلع لي الاثنين بصفر، طب اعملها ازاي دي يا باشمهندس؟ تعالى اقول لك. انا دلوقتي لو حطيت النون بصفر فدي هتبقى باي نون، يعني باي في صفر بصفر. لو هنا حطيت النون بصفر يبقى بالنسبه لي موجب او سالب باي على الاثنين، يعني موجب او سالب 90. خلاص؟ يعني هتبقى جا صفر في جتا موجب او سالب 90، فساعتها يا باشمهندس هيطلع الناتج صفر، لان جتا 90 بصفر وجا صفر بصفر. طيب لو حطيت النون بواحد فهتبقى دي باي نون، يعني باي في واحد اللي هي باي. طب لو هنا حطيت النون بواحد فهتبقى موجب او سالب باي على الاثنين زائد الباي. لو هي موجب باي على الاثنين زائد باي يبقى 3 باي على الاثنين اللي هي 270. لو هي سالب باي على الاثنين زائد الباي فهتطلع باي على الاثنين اللي هي 90. وفي الحاله دي برضو يا باشمهندس هيطلع بالنسبه لي الناتج صفر. ليه؟ لان جا 180 بصفر وجتا 90 بصفر او جتا 270 برضو بصفر. وقيس على كده برضو لما احط النون باتنين وهكذا. بس هتلاحظ حاجه، لما كان الصفر بقت موجب او سالب 90، لما كان باي بقت 3 باي على الاثنين او باي على الاثنين، يعني كانك زودت عليها نص او طرحت منها نص. ونص خلي بالك ده اللي هو باي على الاثنين اللي هو 90، يعني اللي هي باي على الاثنين اهي وباي على الاثنين، كاني زودت على باي على الاثنين فبقت 3 باي على الاثنين. هي باي اصبحت موجب او سالب باي على الاثنين، انت فاهم؟ يعني زاد عليها موجب او سالب باي على الاثنين اللي هي موجب او سالب 90، ولما كان صفر برضه زاد عليها موجب او سالب 90. يبقى الحل العام يا باشمهندس هو بالنسبه لي ايه؟ هو الحل العام هنا اللي هيحقق لي هي باي نون. بجد؟ اه والله. إيه سوري، باي على الاثنين بقى يعني بتزيد 90، يبقى بالنسبه لي الاختيار ج. مش فاهم. الصفر يا باشمهندس بقى موجب او سالب 90، فالحل العام اللي هيحقق لي ان هي فاضله تزيد 90. طب الباي بقت 3 باي على الاثنين او نقصت، يبقى بالنسبه لي الحل العام هو باي على الاثنين نون عشان يحقق لي الشرط ده. وتعالى اقول لك الكلام ده صح ازاي. هقول لك حط النون بواحد خلاص، فيبقى بالنسبه لي الحل العام هنا بتاع الجا باي نون، فلما احط النون بواحد هتبقى جا باي في جتا. الحل العام هنا لما احط النون بواحد يعني موجب او سالب، لا تعالى نبتدي النون بصفر، معذره خلاص، حط النون بصفر يبقى دي بالنسبه لي جا باي نون، يعني باي في صفر بصفر في جتا. لما احط دي بصفر يبقى موجب او سالب 90، وكده كده الجتا بتاكل السالب يبقى جتا 90، فجا صفر بصفر وجتا 90 بصفر يبقى صفر. طيب حط النون بواحد يبقى دي جاي باي نون، يعني جا باي من حطيت النون بواحد في المفروض حط هنا النون بواحد يبقى جتا موجب او سالب اللي انا قلت لك باي على الاثنين، يعني ممكن تبقى جا 90 او ممكن تبقى جا باي في جا 270، يعني برضه صفر في صفر في صفر.
وصلت معايا؟ يبقى الحل العام بقى على الاثنين، اللي هو التغير اللي حصل اللي هو زود 90 او طرح 90، يعني الاختيار جيم، ودي برضه من الاسئله المهمه جدا جدا. 45 بيقول لك اذا كانت ثيتا تنتمي من 0 ل 2 باي فان عدد حلول المعادله. هو قال لك الجذر جتا تربيع ثيتا بيساوي نص. خلي بالك الجذر هيشيل لك الاس، فيبقى بالنسبه لي جتا ثيتا، بس هنا الاس زوجي يا باشمهندس، فيبقى لازم بالنسبه لي موجب او سالب، وموجب او سالب نص. وقلت لك ما تتعبش نفسك لما يبقى موجب او سالب وداله مثلثيه باربع حلول. ليه؟ هي كده كده عدد الحلول اربعه اللي هو الاختيار ده، بس ليه؟ عشان ايه الزاويه اللي كده بتاعتها بنص 60؟ طب في الربع الثاني 180 ناقص 60 120، طب في الثالث 180 زائد 60 240، طب في الرابع 360 ناقص 60 300. يبقى دول الاربع حلول بتوعي كده كده، طالما موجب او سالب قلت لك يبقى انت عندك اربع حلول. 46 يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كان الظا ثيتا زائد القا ثيتا بجذر 3، عايز مني مجموعه حل المعادله دي. حاضر. بص يا باشمهندس، انت عندك الظا اللي هي جا على جتا، والقا بتنزل المقام تبقى بالنسبه لي جتا، يعني كان دي جا ثيتا على جتا ثيتا، والقا اللي هي 1 على الجتا ثيتا، الكلام ده بيساوي جذر 3 على 1. لو وحدت المقام يبقى جتا ثيتا، والبسط هجمعه يبقى 1 زائد الجا ثيتا، المفروض بيساوي جذر 3 على 1. لو انا ضربت مقص المعادله مش هتتحل، هيبقى 1 زائد جا ثيتا بيساوي جذر 3 جا ثيتا، مفيش ولا عندي عامل مشترك ولا اي حاجه. طب اتعامل مع المساله ازاي يا باشمهندس؟ تعالى اقول لك هتتعامل معاها ازاي بكل بساطه، ده انا بوريك الحل اللي انت هتوصل له وبعد كده تعرف ان هو غلط. قال لك انت هتجيب واحده بدلاله الثانيه، مش فاهم، يعني هتودي دي مثلا الناحيه الثانيه، فيصبح ان القا ثيتا بيساوي جذر 3 ناقص الظا ثيتا، وتقوم قايل لي بتربيع الطرفين، لان انت عارف علاقه ما بين القا والظا، فدي بالنسبه لي قا تربيع ثيتا، الاول تربيع اللي هو جذر 3 تربيع ب 3، ناقص 2 في الاول في الثاني يبقى ناقص 2 جذر 3 ظا ثيتا، زائد الاخير تربيع اللي هو ظا تربيع ثيتا، كلام جميل جدا. ممكن تودي دي الناحيه الثانيه فتصبح القا تربيع ناقص الظا تربيع بيساوي 3 ناقص 2 جذر 3 ظا ثيتا. القا تربيع ناقص الظا تربيع من درس المتطابقات دي بواحد، يبقى الواحد بيساوي 3 ناقص 2 جذر 3 ظا ثيتا. ودي للناحية التانية يبقى 1 ناقص 3 يبقى سالب 2، يبقى السالب 2 بيساوي سالب 2 جذر 3 ظا ثيتا. السالب 2 هتروح مع السالب 2 يبقى الواحد بيساوي جذر 3 ظا ثيتا. اقسم هنا على جذر 3 وهنا على جذر 3، ده هتروح يبقى الظا ثيتا بواحد على جذر 3. طب الظا موجبة فين؟ هتقول لي في الأول والتالت. طب ايه الزاوية اللي الظا بتاعها بواحد على جذر 3؟ هي الزاوية 30 درجة. طب في الأول، طب في التالت 180 زائد 30 210. طب حولها لي بقى كده يا باشمهندس للتقدير الدائري، 30 على 180 يبقى باي على 6. طيب 210 على 180 يبقى 7 باي على 6. يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي باي على 6 و7 باي على 6، بس هنا برضه لو استعجلت واختار الاختيار بقى ده للأسف هو غلط. ليه؟ هقول لك انا دلوقتي، انت عندك موجب زائد موجب اداك عدد موجب، فلازم ان ده يبقى موجب وده موجب، يعني امتى الظا ثيتا بتبقى موجبه؟ هتقول لي في الاول والتالت. طب امتى القا ثيتا بتبقى موجبه؟ القا مقلوب الجتا، في الاول والرابع، فالربع المشترك ما بينهم هما الاثنين الاول، يبقى ناخد اللي في الاول بس اللي هي باي على 6. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انت تجرب الاجابات، ازاي؟ انت طلعت 30 و210، فلو جيت قمت قايل تان 30 زائد القاء اللي هي 1 على جتا 30 وضغطت يساوي هيطلع فعلا الناتج جذر 3. طب لو انا قلت تان 30 سوري تان 210 اللي هي الزاويه الثانيه زائد الجتا اللي هي 1 على كوساين 210، لان الجتا في الربع الثالث سالبه خلي بالك، فيطلع لك الناتج سالب 3 جذر 3 على 3 اللي هي سالب 1 على جذر 3، فده ما حققش الشرط، يبقى انا لازم اجرب الاجابات قبل ما استعجل واختار يا باشمهندس، ودي معلومه مهمه جدا جدا. 47 بيقول لك الثيتا من صفر الباي على الاثنين يعني في ربع الاول، ودي معادله سهله جدا، دي ظا تربيع ثيتا موجب الظا ثيتا، هدخل الاثنين هنا يبقى سالب 2 الكلام ده بصفر. طبعا دي تتحلل يا باشمهندس، الظا تربيع هي ظا في ظا، الاخير سالب واحده موجب واحده سالب، علينا نضربهم اثنين الفرق ما بينهم واحد، اثنين في واحد. من هنا ان الظا ثيتا بسالب 2، ومن هنا ان الظا ثيتا بموجب واحد، تمام. طيب الظا سالبه فين؟ في الثاني والرابع، وهو قال لك شغلك في الاول فاستبعد دول.
طب بالظبط ايه الزاويه اللي الظاء بتاعها بواحد ب 45؟ ما يهمنيش بقى الربع الثالث لان هو قال لي شغلك في الربع الاول، يبقى انا عرفت ان الزاويه 45. فهو عايز مني ق تربيع سيتا، انا ق تربيع 45 زائد ق اس 4 45. القال اللي هي مقلوب الجتا، يعني انت هتكتبها على الاله ازاي؟ بص، 1 على كوزين 45 تربيع زائد 1 على كوزين 45 برضه بس اس 4 بس، يبقى بالنسبه لي الناتج 6، يبقى الاجابه بتاعتي 6 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ج. انت بتعوض بس يا باشمهندس. تمام. 48 بيقول لك اذا كانت جتا سيتا هي احد جذور المعادله، طالما احد الجذور يبقى ينفع اعوض بيها، اشيل السين واحط جتا يبقى دي جتا تربيع سيتا، اشيل السين واحط جتا يبقى دي جتا سيتا، في الظا اللي هي جا على جتا زائد الجا تربيع سيتا، الكلام ده بيساوي نص. طيب الجتا هتروح مع الجتا، وجتا تربيع زائد جتا تربيع بواحد يبقى دي واحد، ودي سالب في جا يبقى واحد ناقص الجا سيتا بيساوي نص. هنجيب السالب جا هنا يبقى موجب جا، ونجيب النص هنا يبقى واحد ناقص نص اللي هي نص. الجا موجبه فين؟ هتقول لي في الاول والتاني. ايه الزاويه اللي جا بتاعها بنص؟ 30. طب في التاني 180 ناقص 30 150. فبقول لك احد الحلول يبقى 30 لان ال 150 مش موجوده، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار الف. بكده يا باشمهندس يبقى احنا الحمد لله خلصنا اسئله اختار بالكامل على الدرس الثاني حساب مثلثات. افكرك ان احنا كده نزلنا درسين جبر، درسين حساب مثلثات، درسين هندسه بامر الله. كده حساب المثلثات اللي داخل لك في شهر 12 خلص، انت عندك الدرسين دول داخلين في منهج شهر سوري 12 ايه؟ داخلين في شهر 2. الجبر اعتقد برضه اول درسين او ضرب المصفوفات، اعتقد ضرب المصفوفات داخل، والدرس الداخل الثالث اللي هو العمليات على المنتجات داخل بامر الله. يعني باذن الله الحصتين اللي جايين هيبقوا ضرب المصفوفات والعمليات على المنتجات، اللي هو الدرس الثالث جبر والدرس الثالث هندسه، وبعد كده نرجع لحساب المثلثات ثاني بس نخلص منهج شهر فبراير عشان لو انت امتحنت فيه بامر الله. كده يا باشمهندس وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون استفدتك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميه رياضيات، وشكرا جدا.